في تطور لافت، ألغى المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر الأربعاء زيارة إلى طرابلس بعد منعه من قبل جهة رفضت الأمم المتحدة تسميتها. وأعلن كوبلر أنه اضطر مرة جديدة لإلغاء سفره إلى طرابلس، قائلا أن الهدف من زيارته كان التمهيد لدخول حكومة الوفاق إلى طرابلس. وانتقد كوبلر منعه قائلا أنه يجب أن يكون للأمم المتحدة الحق في السفر إلى طرابلس. وذكرت وسائل إعلام ليبية أن ميليشيات فجر ليبيا وحكومة غير المعترف بها دوليا تتخذ من العاصمة الليبية مقرا لها. منعت كوبلر من زيارة العاصمة طرابلس بسبب رفضها لحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج. الميليشيات التي تحكم قبضتها على العاصمة الليبية طرابلس تبدو مستعدة لتحدي أي طرف في سبيل الحفاظ على وضعها، أي طرف حتى الأمم المتحدة. فالميليشيات التابعة للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته في طرابلس وما يسمى بالحكومة المنبثقة عن المؤتمر منعت المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر من زيارة المدينة، زيارة كان كوبلر يهدف من خلالها إلى بحث انتقال حكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة لمباشرة أعمالها. سلطات المؤتمر طالبت كوبلر بإلغاء زيارته بعد أن تعرضت لضغوط من ميليشيات تعهدت علنا بإفشال الزيارة، موقف يزيد من التحديات أمام رئيس حكومة الوحدة الذي كرر تعهده ببدء ممارسة أعمال حكومته من طرابلس. أعلن المجلس الرئاسي في 12 من مارس الجاري عن بدء حكومة الوفاق الوطني في إعداد الترتيبات اللازمة للانتقال إلى العاصمة الليبية طرابلس، وندعو بهذه المناسبة كل الليبيين الذين لم يلتحقوا بنا أن يتناسوا الخلافات. ورغم الدعم الأوروبي والأمريكي لحكومة الوفاق إلا أن أطرافا في طرابلس وحتى في بنغازي يرفضون الاعتراف بهذه الحكومة، بل ويهددون برفض الاتفاق السياسي الذي قامت عليه حكومة الوفاق برمته. هنا محمد بخشم، العربية.